السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مجلات الطبخ زهرة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم دسر أو لا تحلية سهلة وسريعة جدا ولذيذة بزاف، والمكونات ديالها جد بسيطة. هي الحليب، معلقة ديال السكر الخشن، جوج معلق ديال النشا، كراميل المحضر من الحليب المركز المحلى أو اللي كيتباع جاهز، بسكوي ديال الشاي أي نوع بغيتو، وممكن بقايا صابلي أو كيك موجود عندكم في البيت، القليل من شرائح الفول السوداني أو الفول السوداني المجروش. كناخدو الحليب بارد، كنضيفو له السكر والنشا، كنحركو مزيان وكنوضعوه فوق نار مهيلة، وحنا كنحركو ما كنوقفوش باش ما يديرناش الكويرات وباش تجينا الكريمة ملساء. ملي كيتقال على هاد الشكل كنحركو بسرعة جدا مدة نصف دقيقة وكنطفيو عليه النار، ثم كنضيفو معلقة كبيرة من الكراميل، لهذا ما درتش السكر بزاف. كنحركو مزيان حتى كيولي الخليط أملس، وكناخد البسكوي كنقطعو قطع على هاد الشكل، كنوضعو في قعر الكأس اللي غنقدم فيه، كندير طبقة، ثم كنضيف الكريمة اللي وجدنا، ومن بعد كندير كراميل في الحواف ديال الكأس، ثم كندير كمية من البسكوي مرة تانية، وكنستمر كل طبقة كنديرها من مكون من المكونات اللي عندي. وممكن ديروا الكريمة في جيب حلواني، فهي غتساعدكم باش توزعوها بالتساوي وما تعذبكمش. ملي كنملأ الكؤوس الأخير كنزين بالكراميل والقليل من الفول السوداني، وأنا زدت قطع ديال الشوكولاتة، فهاد ديسير غني والمزيج ديال الكراميل والفول السوداني كيجي رائع بزاف، وكذلك القوام ديالو كيجي كريمي. نتمنى الوصفة اليوم تكون عجبتكم، نتلقاو في وصفة قادمة إن شاء الله أحبائي.